أهلا وسهلا فيكم في درس جديد من الدروس التقنية التي أقدمها بشكل دوري على قناتي على يوتيوب. كنا قد استعرضنا كيفية صنع بطاقة بسيطة باستخدام الفوتوشوب. الآن راح نستعرض كيفية صنع بطاقة بسيطة على برنامج جيمب. هاي دخلت الصورة على البرنامج. الآن بدنا مثلا نحط تكست نص. نختار النص، نختار هون الخط اللي بدنا اياه. طبعا نحول اللغة للعربي. هسه بنضل النص هون، طبعا نختار حجم خط اكثر. اوكي، بنختار هون اداة النقل، نتأكد انه يكون هون محطوط خيار move the active layer عشان تحرك اللاير نفسه ما تتحرك الصورة. اوكي، سلاحظوا انها مش واضحة الكلمة. رح نيجي على اللايرز، نحط كليك يمين، نحط نيو، عفوا نحط دبليكيت لاير، نعمل نسخة من اللاير. الآن بنرجع لأداة النص، بنضل النص، بنختار لون أبيض، بنرجع على أداة التحديد. ونحرك بالكيبورد النص شوي للأعلى ولليسار، فبيطلع عنا الكلمة بارزة. طبعا إذا بدك تحط لها تظليل من ورا زي ما سوينا في الفوتوشوب، راح تستخدم أداة المستطيل في الأعلى. خلينا مثلا بدنا نحط مستطيل هون، طبعا هذا ما بديش احطه بس بدي اورجيكم كيف العملية بتتم. هاي مثلا لون اسود. طبعا في شغلة هون نسيتها، لازم تحط لاير جديد، تحط نيو لاير بالاول، تحط اوكي. بدنا اياه اللاير يجي تحت الكلمة، يعني اذا بدك اياه يجي تحت الكلمة تحط اللاير في اسفل اللاير تاع الكتابة، ما بتخليه في الاعلى لانه في الاعلى راح يطلع فوق الكتابة. الآن بنيجي بنرسم، بعد ما نتأكد طبعا انه نحن مفعلين اللاير اللي بدنا نرسم عليه، بنيجي على أداة المستطيل، بنحدد المستطيل اللي بدنا اياه، ثم بنيجي على الدلو. طبعا بعد ما نختار اللون أسود، فبإمكانك تختار أي لون بدك اياه. إذا بتلاحظ هسه طلعت عنا هون مش شفافة. بعد ما تحط التظليل بتيجي على هون اللي هي أوباسيتي، تقدر هون تتحكم بالشفافية، تقللها للحد اللي بتشوفه مناسب. خلينا مثلا بدنا اياها 50%، اوكي. هون في شغلة على فكرة مختلفة عن الفوتوشوب، يعني هون لازم بالاول تختار الشفافية بعد ما تحط على الدلو، تختار الشفافية بعدين تلون، لانك اذا حطيته قبل ما تحدد الشفافية راح تطلع كلها أسود وما راح تتغير، مو زي الفوتوشوب تتغير. بلاحظ هسه لما حطيناها طلعت شفافة. هون نزود الشفافية خليها 50%، لاحظ هسه صارت شفافة. طبعا أنا هسه راح أشيله هذا لأن ما بديش إياها. أوكي، بس أنا عشان بورجيكم كيف يعني تقدروا تسووها. الآن نيجي هون على سيلكت اللي هي ان سيلكت، نحط نيجي على أداة المستطيل او أداة التحديد زي ما بدك تسميها، نيجي نقتطع جزء زي هيك ونحط على ايمج كروب تو سيلكشن عشان نقطع هذا الجزء من الصورة.
برضه عشان هاي الصورة بصراحة بدي انشرها على انستغرام، باجي على سكيل ايمج هون مثلا خليها دقتها يعني ابعادها 300 الهايت والويث، و300 الهايت، حط على سكيل. صارت مربعة وجاهزة للنشر على انستغرام. اذا كان هذا درسنا لهذا اليوم، اتمنى ان يكون قد نال اعجابكم. حتى يحين موعد درس جديد، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يعني قبل الختام، لا تنسوا انكم تعملوا لايك للفيديو في حال اعجبكم، تعملوا شير على الشبكات الاجتماعية فيسبوك، جوجل بلس، وتويتر، وتعملوا سبسكرايب للقناة. في نقطة حاب انوهلها كمان، طبعا في كثير يعني ناس انتقدوني، خاصة محبي لينكس، انه عم بسجل باستخدام الهاتف او باستخدام كاميرا خارجية بدل من التسجيل من داخل الشاشة. السبب انه في عندي مشكلة في الصوت على النسخة الحالية، لكن ان شاء الله في عيد الفطر لما نعطل راح افرمت الجهاز بالكامل، راح نزل نسخة حديثة من توزيعة لوبنتو اللي عم بستخدمها حاليا، وبالتالي ان شاء الله راح احل مشكلة الصوت وارجع اسجل من داخل الشاشة.